طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بكم في الدرس الجديد اللي هو Lesson 2 Chapter 2 Lesson 1 اللي هو Equation of Motion. النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن الـ Equations of Motion وهنحل Problems عليهم، هناخد إثبات كل Equations وهنحل Problems عليها. فلو أنت متفرجتش على الفيديوهات اللي فات بتاعة الدروس اللي فات، هسيب لك اللينكات بتاعتها في الديسكربشن تحت، وهتظهر لك فوق في الأي اللي هي فوق، فارجع اتفرج عليها. ولو عجبك الفيديو متنساش لايك وشير سبسكرايب، وهتلاقي تحت موجود في الديسكريبشن كمان في لينك، اللينك ده في شيت، الشيت ده ذاكر منها كويسة جدا هتفيدك، وهتلاقي فيه كمان لينكات لفيديوهات بنحل فيها أسئلة الكتاب المعاصر بالنظام الجديد والطرق الجديدة اللي هي النظام اللي تشوز، وشرح كل مسألة أو كل سؤال بتحل إزاي وطريقة حله. فهتلاقي اللينكات دي موجودة تحت في الديسكريبشن، ارجع اتفرج عليها وشوفها، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. يلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي الإيكويجن أوف موشن. احنا عندنا في الليسون ده 3 إيكويجنز، ده كده بنسميها الإيكويجن الأولى، وده كده الإيكويجن التانية، ودي كده الإيكويجن التالتة. فقبل ما نخش في الايكويشنز دول، تعالوا نراجع على شويه سامبلز كده احنا خدناهم، شويه رموز. مثلا الرمز ده كده اللي هو في اف، ايه الفي اف ده؟ ده كده بنسميه الفاينل فيلوسيتي. فالفاينل فيلوسيتي كده بنديها في اف، في اف. عندنا ده كده الفي اي، الفي اي اللي هو بنقول عليه الانيشال فيلوسيتي، انيشال فيلوسيتي تمام. وهنلاقي عندنا اللي هو ال A، طبعا ال A اللي هي معروفة اللي هي مين؟ ال acceleration. وطبعا اخر حاجة اللي هي قبل الاخيرة طبعا اللي هي T، اللي هي دي ال time. وفي عندنا هنا كده اللي هو ال D، ال D ده اللي هو ال displacement، ده كده ال displacement. ده كده يعتبر المصطلحات، احنا بنراجع على الرموز تاني ونفتكرهم عشان لما نخش في الايكويشنز نبقى فاهمين احنا بنتكلم ايه. فلما نقول في اف نبقى فاهمين ان احنا بنتكلم على فاينل فيلوسيتي، بنقول في اي يبقى احنا فاهمين ان احنا بنتكلم على انيشال فيلوسيتي، وانيشال فيلوسيتي اللي هي الستارتنج فيلوسيتي اللي هي الفيلوسيتي اللي بدا بها الاوبجكت. بنتكلم على ايه؟ نبقى احنا فاهمين ان احنا بنتكلم على acceleration. بنقول تي يبقى احنا فاهمين ان احنا عارفين ان تي دي اللي هي التايم، الدي اللي هي displacement. displacement دول كده بنقول 3 equations of motion. يلا بينا نبدأ اثباتهم، هنثبتهم ازاي ونبدأ نحل نسبة واحدة واحدة ونبدأ نحل problem عليها. نيجي على first equation، ده الequation الاولى اللي هي بنسميها equation of velocity and time، بنقولها equation of velocity and time. ايه اثبات الequations ده؟ قلنا هنفترض ان احنا عندي object، ادي الاوبجكت ده start its motion with vi، ومننساش ان vi ده الانيشال فيلوسيتي. الاوبجكت ده السبيد بتاعته اتحركت بقى اتغيرت بعد تايم، بقت vf، معنى انها اتغيرت من vi ل vf، يعني من انيشال سبيد من انيشال فيلوسيتي لفاينل فيلوسيتي. يبقى حصل عندنا ايه؟ acceleration. حصل عندنا acceleration. طيب احنا عايزين الاكسلريشن ده، ما احنا عارفين ان الاكسلريشن ده اللي هو the rate of a change of speed or the rate of change of a velocity. فبنقول ان الاكسلريشن اللي هو delta v over delta t، ده الرول بتاعنا بتاع مين؟ بتاع الاكسلريشن. طب ما احنا عارفين ان delta v اللي هو اللي change in velocity، يعني vf minus vi. يبقى احنا كده هنشيل الدلتا في ونحط قيمتها بدل في اف ماينس في اي، وفي الحاله دي هنقول ان A equal في اف ماينس في اي اوفر التي. التي طبعا لان هنا ما حصلش تشينج في التايم فبنحطه ايه؟ تي. طيب احنا هنعمل ايه؟ هنعمل كروس مالتيبليكيشن، نحط هنا 1 ونعمل ده تايمز ده وده تايمز ده، هيطلع لي ايه؟ ادي الفي اف اللي هي الفاينل فيلوسيتي ماينس الفي اي اللي هي انيشال فيلوسيتي، ده هيبقى ايكوال اي تي. طيب بعد كده هاخد الفي اي ده واوديه اليمة التانية بالبوزيتيف، هو بالنيجاتيف، واوديه اليمة التانية بالبوزيتيف، فهيبقى عندي الفي اف ايكوال الفي اي بلس الاي تي. ده كده بسميها الايكويشن
الأولى. ده كده الإيكويشن الأولى إحنا ثبتناها. فهنقولها تاني، أنا عندي أوبجكت بيتحرك بـ VI بعد تايم الـ speed بتاعته أو الـ velocity بتاعته وصلت لـ VF، ده خد تايم T فحصل a change in acceleration فبقى عنده A. قلنا الـ acceleration equal delta V over delta T، فبنقول إن الدلتا V اللي هو الـ change in velocity يعني V final minus V initial، يبقى عندنا هنشيل الدلتا V ونحط مكانها VI minus VI VF minus VI. قلنا الـ acceleration ده equal VF minus VI over الطيب، ومن هنا كده هنعمل cross multiplication ونقول vf minus vi equal et، ومن هنا بنقول ال final velocity equal ال vi plus et. ده كده اللي هي ال equation الاولى. احنا عايزين نمثل ال equation الاولى ده في شكل graph، فاحنا بنسميها ايه؟ بنسميها velocity time graph، velocity time graph. فلما بنيجي نرسم الجراف، خلي بالكم عشان ده هنطبقه في 3 equations، لما بنيجي ناخد نرسم الجراف بنرسم بين اول واحد واخر واحد. فاول واحد عندي اللي هو الفي اف، والاخر واحد اللي هو التايم، فنرسم جراف بين الفي اف والتايم. ادي الجراف بتاعنا، هنحط هنا على الاكس اكسس اللي هو التايم وهيبقى بير سكند، وهنحط هنا على الواي اكسس اللي هو الفي. طبعا الاوبجكت ده ما بدأش من الاوريجينال بوينت اللي هي الزيرو. ليه؟ لان هو عنده انيشال فيلوسيتي، فمعنى كده ان الجراف اللاين ده مش هيبدا من الزيرو. هيبدا منين؟ هيبدا من اعلى من الزيرو شويه. طب الحته دي كده بالنسبه لنا هتبقى عباره عن ايه؟ ده هتبقى الفي اي، الفي اي اللي هي الانيشال فيلوسيتي. طب احنا عايزين نجيب السلوب بتاع الجراف ده، هنجيب السلوب ده ازاي؟ طبعا بنعمل التريانجل ده عادي جدا، وبنقول السلوب هيبقى ايكوال دلتا في اوفر دلتا تي. طب السلوب ده هيعادل ايه في الايكويشن ده؟ لو بصينا هنا ده الفي فاينل، ادي الفي فاينل، وادي التايم، ادي التايم، وادي الفي انيشال، ادي الفي انيشال. هتبقى لنا ايه في الايكويشن مش موجود في الجراف؟ اللي هو مين؟ الاكسلريشن. الاكسلريشن ده موجوده في الايكويشن ومش موجوده في الجراف، يبقى معنى كده ان السلوب هيبقى ايكوال ايه؟ الاكسلريشن. يبقى في الحاله دي بنقول السلوب هيبقى ايكوال اكسلريشن. طيب لو افترضنا مثلا ان الاوبجكت ده ستارت اتس موشن فروم ريست، يعني تاني ستارت، هنقول ان الاوبجكت ستارت فروم ريست، معنى ان هو ستارت فروم ريست، ده معناه ان الفي انيشال equal يا شباب equal zero. يبقى معنى ان الفي انيشال equal zero، يبقى الاوبجكت ده الجراف بتاعه بادئ منين؟ بادئ من الزيرو. يبقى ده كده التايم بير سكند، وهنحط هنا الفي، وهيبقى هنا الفي اي هتبقى equal zero، يبقى اللاين ستارت فروم ايه؟ زيرو. نفس القصه، عايزين نجيب مين؟ نجيب السلوب. ادي السلوب، هنقول السلوب نفس ما احنا متعودين، اللي هو دلتا ده على دلتا ده، يعني دلتا في على دلتا تي. طيب حلو، هنا الفي فاينل، ادي الفي فاينل، التايم، ادي التايم، الفي اي، قلنا الفي اي ايكوال زيرو. ايه اللي موجود في الايكويشن ومش موجود على الجراف؟ اللي هو الاكسلريشن. يبقى السلوب في الحاله دي ايكوال ايه؟ الاكسلريشن. وده كده الايكويشن الاولى اللي هي الفيرست ايكويشن. فبنقول فيرست ايكويشن اللي هي في فاينل ايكوال في انيشال بلس اي تي، ومثلناها جراف. لو احنا الجراف، لو الاوبجكت ده ما بداش من الزيرو، ولو الاوبجكت ده ستارت اتس موشن فروم زيرو، يبقى ده شكل ايه؟ الجراف. عندنا شويه نوتس كده هنقولهم عشان البروبلم. اول نوت بنقول عليها لو الاوبجكت ده ستارت اتس موشن فروم ريست، بدا فروم ريست زي ما قلنا كده، يبقى الفي انيشال ايكوال زيرو. ولو الاوبجكت ده ستوب، معنى ان هو ستوب، يبقى الفي فاينل ايكوال زيرو. وفي الحاله دي بنقول لو هو حصل له ستوب او حصل له ديكسيليريتنج، يبقى الفي فاينل بتبقى اصغر من الفي انيشال. وفي المرحله دي بنقول ان الاكسلريشن بتبقى ايه؟ نيجاتيف. بتبقى الاكسلريشن ايه؟ از نيجاتيف. فنخلي بالنا من الحاجات دي قوي 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 عشان البروبلم. لو الاوبجكت ستارت اتس موشن، يبقى الفي انيشال بتاعته ايكوال زيرو، ولو الاوبجكت ستوب، يبقى الفي فاينل بتاعته ايكوال زيرو. وفي الحاله دي بيبقى الاوبجكت بيعمل ديكسلريتنج، ديكسلريتنج يبقى نيجاتيف يونيفورم اكسلريشن.
في الاكسلريشن بنحطها بايه؟ بالنيجاتيف. ده كده اللي هي بنسميها الفيرست ايكويشن بمنتهى البساطه اللي هي ايكويشن اوف فيلوسيتي اند تايم. تعالوا نطبق على الايكويشن ده ببروبلم. ادي البروبلم بتاعتنا، بيقول لي ايه بقى في البروبلم؟ نقرا البروبلم ونطلع الجيفن والنيدد ونشوف هو عايز ايه. بيقول لي وات از ذا تايم ريكوايرد فور ا بلين، يبقى هو عايز مين؟ عايز هنا كده التايم. قال لي تو كومبليتلي ستوب، معنى ان هو كلمه ستوب هنطلع منها ان الفي فاينل ايكوال زيرو. On the landing on starting runway of airport. If you know that its velocity equal كام؟ 50 meter per second. يبقى ده كده الـ V initial. When touching the surface of the runway and it decelerates uniform by 2. يبقى هنا في الحالة الـ V final equal 0 والـ V initial equal 50. يبقى هنا بنقول إن الـ V final بتبقى smaller than V initial. يبقى هنا كده الاوبجكت بيعمل ايه؟ بيعمل ديكسلريتنج. يبقى نخلي بالنا من الحته دي ان هنا الاكسلريشن هتبقى نيجاتيف 2 متر بير سكند باور 2. نخلي بالنا من الحته دي. طيب احنا عندنا الفي، نطلع الجيفن والنت كده، عندنا الفي فاينل ايكوال 0 والفي انيشال ايكوال كام؟ ايكوال 50 متر بير سكند، وعندنا الاكسلريشن ايكوال نيجاتيف 2 متر بير سكند باور 2، وهو محتاج مين؟ التايم. هنجيب التايم ازاي؟ اول حاجه هنحط الايكويشن بتاعتنا. يبقى احنا كده بنتكلم على الايكويشن الاولى، فنعوض في الايكويشن الاولى. ايه هي الايكويشن الاولى يا شباب؟ هنجيب الايكويشن الاولى اللي هي في فاينل ايكوال في انيشال. في فاينل هنقول في فاينل equal v initial plus ال et. جميل، ال v final هنا بكام؟ ب 0، يبقى نشيلها ونحط 0. وال v initial بكام؟ ب 50، هنشيلها ونحط 50، وادي ال plus. وال acceleration هنا بكام؟ ب negative 2، وادي ال time اللي احنا محتاجينه. طيب انا عايز ال time، يبقى اشيل كل ده وادي اليمة التانية بايه؟ بال positive. يبقى في الحالة دي هقول ان 2t equal 50. طب انا عايز ال t، يبقى هعمل divide على كام؟ هنا هعمل divide 2 وهنا divide ايه؟ 2. فال 2 دي تروح مع 2 دي، هتبقى لي هنا t. و 50 divided 2 هتطلع كام؟ 25 second. يبقى الريزلت بتاعي طلع كام؟ 25 ايه؟ second. 25 second. يبقى اللي choose بتاعي هيبقى مين؟ اللي هو ده، اللي هو 25 سكند. ده كده بروبلم بسيطه وسهله على الفيرست ايكويشن. ده كده الفيرست ايكويشن بالنسبه لنا. يبقى لو رجعنا تاني احنا عملنا ايه؟ احنا اداني الفي اف واداني الفي اي واداني الاكسلريشن وطلب مني مين؟ التايم. طلب مني التايم. هجيب التايم ازاي؟ حطيت الايكويشن اللي هي الفيرست ايكويشن اها، قلت الفي فاينل ايكوال في انيشال بلس اي تي. بعد كده شلت كل كوانتيتي وحطيت الفاليو بتاعها، القيمه بتاعتها. فعندي الفي اف شلتها وحط 0، الفي اي شلتها وحط مكانها 50، الاكسلريشن شلتها وحطيت مكانها ماينس 2، وادي التايم. بعد كده خليت الماينس 2 تي، نقلتها اليمه الثانيه بالبوزيتيف، فبقى 2 تي ايكوال 50. عملت ديفايد 2 عشان اخلص من 2 ده، فال2 راحت مع 2 فتبقى لي تي. With 50 divided 2 طلع كام؟ طلع 25 second. ده كده problem على الايكويشن الاولى. يبقى احنا كده اثبتنا الايكويشن الاولى وعملنا problem عليها. كده الموضوع بالنسبه لنا في البروبلم في الايكويشن الاولى بقت اسهل واوضح وبسيطه. يبقى احنا المطلوب مننا هنعمل ايه؟ هناخد البروبلم، هنطلع الجيفن ونطلع النيتد، نشوف الحاجات اللي هو مدالنا ايه والحاجات اللي هو طالبها ايه، ونبدا نعوض في البرو في نحط الايكويشن بتاعتنا ونشيل كل حاجه ونحط النمبرز بتاعها لحد ما نطلع ايه؟ الايكويشن. وبقى كده خلصنا الفيرست ايكويشن. يلا بينا نروح على السكند ايكويشن. ده كده السكند ايكويشن بتاعتنا اللي هي بنسميها ذا ايكويشن اوف ديسبيسمنت اند تايم. بنسميها ذا ايكويشن ذا ايكويشن اوف ديسبيسمنت اند تايم. طيب هنبدأ في البداية، هنفترض ان انا عندي object. الobject ده بيتحرك له initial velocity، وبعد فترة حصل له ايه؟ انه اتحرك distance، وبعد كده السبيد بتاعت له بقت في final، وهنا حصل acceleration. يبقى acceleration هنا اتغيرت.
جميل. طب لو انا عايز في الحالة دي عايز الـ average velocity، هجيب الـ average velocity ازاي؟ الـ average velocity يا شباب ممكن نجيبها بطريقتين. الطريقة الأولى إن أنا أقول إن الـ V average equal الـ total distance over total time. ممكن أجيبها من الـ equation دي وأسميها equation 1. وممكن أجيبها بطريقة تانية، ألا وهي إيه هي الطريقة التانية؟ هقول إن الـ V الـ average velocity equal ال V final plus V initial over 2. يبقى انا كده جبت مين؟ جبت ال V average. يبقى عندي كام equation؟ 2 equation. لو لاحظنا ان دي ال V average ودي كده ال V average، فدي كده الجزء ده equal بعضه، فالجزء التاني هيبقى equal بعضه، يبقى هساوي الطرفين التانيين ببعض بما ان الطرفين دول متساويين. فهجيب الجزء ده اللي هو D over T اللي هو الجزء ده، وبعد كده هشيل اللي هسويه بالجزء التاني اللي هو ده. هقول ان ال V F plus V I over time. تمام، لو نفتكر كده من الإيكويشن الأولى كان عندي ال VF equal ال VI plus ال ET. هشيل ال VF دي وأحط القيمة بتاعتها دي، هيطلع لي هنا عندي يبقى آدي ال VF هشيلها وأحط مكانها ال VI plus ال ET، وهنا طبعا ال VI بتاعتها. كل ده divided على الكام؟ على 2. نبدأ نجمع الليلة الكبيرة دي، هعمل إيه بقى؟ هقوم جايب ده كده ال D over التايم equal، وحط القيمة التانية اللي هي ال VF، و VF هيبقى 2 سوري ال VI وال VI هيبقى 2 VI plus ال AT، وعندي 2 ده هوزعها هنا وهوزعها هنا، فهنشيل ال 2 دي مع 2 دي، وهنا هتبقى AT over over 2. فانا عايز اخلص من التي دي، هخلص منها ازاي؟ هقوم عامل هنا تايمز تي، واقوم عامل براكت هنا كده وحاطط التي. في النهايه هشيل التي مع التي، هيتبقى لي هنا الدي اللي هو الديسبيسمنت، وابدا ادخل التي مره في الفي اي ومره في الاي تي. تمام، لما اضرب التي في الفي اي هيطلع لي في اي تي بلس عندي ال AT و T يبقى AT تربيع divided 2، فهخليها half AT تربيع T square، وده كده هتمثل لي ال equation التانية. ده كده ال equation التانية. اقولها تاني، يبقى انا عندي initial average velocity ل VF equal total distance over total time، وعندي ال average velocity ل V final plus V initial over 2. ده هي ده، يبقى الجزء ده ايكوال الجزء ده، سويت الاثنين ببعض يبقى الديستانس اوفر تايم ايكوال في فاينل بلس في انيشال اوفر تايم. وبما ان الفي فاينل من الايكويشن الاولى اللي هي في اي بلس اي تي شلتها وحط قيمتها، فبقت الايكويشن عندي في اي بلس اي تي بلس في اي اوفر 2. بدات اجمع الايكويشنز دي، فبقولت في اي وفي اي بقى 2 في اي، و AT حطتها تاني زي ما هي اهي A2، و2 ده وزعتها على الاثنين. بعد كده ضربت في T عشان اخلص من T ده، فطرت T مع T وال D نزلت زي ما هي، وال VI انضربت في T فبقى VIT، وهنا ال AT في T فبقى AT تربيع، والهاف اللي تحت خليته نص، وبقى كده ده الايكويشن بتاعتنا اللي هي الديستانس ايكوال V final V final V initial T plus half AT تربيع. طب الإيكويشن ده سميناها إيه؟ الإيكويشن ده سميناها displacement over time. قلنا في الجراف يا شباب لما بنيجي نرسم جراف بناخد الجراف بين أول واحد وآخر واحد. أول واحد عندي اللي هو مين؟ الـ distance، وآخر واحد عندي اللي هو مين؟ الـ time. فنيجي نرسم الجراف بتاعنا، آدي الجراف، هنحط هنا الـ time square وهيبقى بالـ second square، وهنا هيبقى displacement بالمتر. تمام، وبما ان الاوبجكت ما بدأش الموشن بتاعته من الزيرو فهيبقى عندي في اي تي، فهيبدأ منين؟ هيبدأ من هنا كده. طب الجزء ده هيمثل ايه؟ قال الجزء ده بالنسبة لي هيبقى الفي اي تي. جميل. طيب انا عايز السلوب،
بنفس الطريقة هنجيب الاسلوب، هنقول الاسلوب هيبقى equal delta d over delta t square، هيبقى delta d over delta t power 2. ونبدأ نشوف ايه اللي موجود في الاكويجن وموجود في الجراف لحد ما نوصل الحاجة اللي موجودة في الاكويجن ومش موجودة في الجراف. هنلاقي الديسبليسمنت موجودة في الاثنين، الفي اي موجودة في الاثنين، التي موجودة في الاثنين، التي سكوير موجودة في الاثنين. ده ايه اللي موجود بقى في الاكويجن مش موجود في الـ في الـ في الـ في الـ في الجراف؟ هنلاقي الهاف اي. يبقى في الحالة دي السلوب هيبقى ايكوال هاف اي، يبقى السلوب هيبقى ايكوال الهاف اي. طيب لو افترضنا ان الاوبجكت ستارت اتس موشن start from rest، معنى ان هو start from rest يبقى ال vi equal zero، vi equal zero. طيب ابدا الجراف اعمله ازاي؟ نفس الطريقه هعمل ده كده square وsecond square، واحط هنا displacement meter، وطبعا هيبدا من الزيرو، يبقى هنا ال vi t equal zero. عايز السلوب بنفس الطريقه، يبقى السلوب هيبقى equal delta d over delta t power 2. وابدأ اشوف displacement موجودة، ال t square موجودة، ال vi t موجودة، يبقى اللي مش موجود مين؟ ال half a، يبقى ال slope equal ال half a. وده كده بالنسبة لنا ال equation التانية، ده كده second equation كده خلصناها. يبقى احنا اثبتنا second equation عن طريق ال average velocity. ال average velocity كده نهينا السكند ايكويشن. طيب هل في طريقه تانية ممكن اقدر اثبت بيها السكند ايكويشن من غير الحاجات دي كلها؟ قال لي في طريقه ممكن اثبتها عن طريق مين يا شباب؟ عن طريق الجراف. ازاي؟ تعالوا نشوف. هرسم جراف عندي، ادي الجراف هرسمه between الديستنس، ده كده ال v اللي هي هيبقى بالمتر بير سكند، وهنا التايم بير سكند. طبعا الاوبجكت ده ما بداش الموشن بتاعته فروم زيرو، وطالما ما بداش الموشن بتاعته فروم زيرو يبقى الجراف مش هيبدا منين؟ من زيرو، فهيتحرك بالشكل ده كده. طب انا عايز الديسبيسمنت، قال لي في الحاله دي الديسبيسمنت ده هتبقى ايكوال الاريا دي كلها. كده الديسبيسمنت ايكوال يا شباب الاريا دي كلها. طب انا هجيب الاريا دي ازاي؟ حلو، عشان اجيب الاريا دي طبعا ده شكل الريجولار شيب، ما ينفعش اجيب الاريا بتاعته، فهعمل ايه؟ هقسم الاوبجكت ده لشكلين، هعمل لاين كده واقسمه لشكلين. فبقى عندي هنا كم شكل؟ في عندي شكلين، ده الشكل الاولاني اللي هو ده، وده كده بسميه بقول عليه الريكتانجل. يبقى في عندي ريكتانجل، ده كده اللي هو مين يا شباب؟ ده الريكتانجل. جميل. وبقى عندي فيه الشكل التاني اللي هو ده كده الشكل التاني بالنسبة لنا اللي هو مين؟ ده اللي هو تريانجل، ده كده تريانجل. تمام. انا لو جبت الاريا بتاع الريكتانجل والاريا بتاع التريانجل وجمعتهم الاثنين عملت لهم بلس، يبقى انا جبت مين؟ الاريا دي كلها. واحنا اتفقنا ان التوتال اريا هيبقى ايكوال مين يا شباب؟ ايكوال الديسبيسمنت. يبقى التوتال اريا ايكوال مين؟ التوتال اريا ايكوال الديسبيسمنت. فانا عايز اجيب التوتال اريا دي. هجيب التوتال اريا دي ازاي؟ هبدا اجيب الاريا بتاع الريكتانجل لوحده والاريا بتاع مين؟ التري انجل لوحده، وبعد كده نعمل لهم بلس في النهايه، فهيطلع لنا عندنا مين؟ التوتال اريا. والتوتال اريا اتفقنا انها ايكوال الديسبيسمنت. هنبدا بنمبر 1 اللي هو مين؟ الاريا اوف ريكتانجل. ريكتانجل هنجيب الاريا بتاعته، طبعا احنا عارفين ان الاريا ايكوال لينث تايمز ايه؟ ويث. جميل. ادي اللينث وادي الوث، بس الوث من هنا كده لهنا كده، فده هيمثل لنا مين؟ التايم. يبقى انا هشيل الوث واحط مكانه تايم، واللنث بتاعه من هنا كده لحد هنا كده، وده اللي هو الجزء ده اللي هو بيعتبر الفي اي. يبقى هنا هشيله واحط الفي اي. يبقى هنا الاريا بتاع الريكتانجل ده ايكوال في اي تي،
ده كده احنا جبنا مين؟ جبنا الاريا بتاع مين؟ الريكتانجل. جميل، نيجي نجيب بقى الاريا بتاع مين بقى؟ التاني اللي هو التري انجل. هنجيب الاريا بتاع التري انجل ازاي؟ تعالوا نشوف. يبقى هنقول نمبر 2 تري انجل، عايزين مين؟ عايزين الاريا بتاعته. فاحنا عارفين ان الاريا بتاع التري انجل اللي هو ايكوال الهاف بيز تايمز ايه؟ الهايت. هنشيل كل حاجه ونحط قيمتها. ادي الهاف بتاعنا، البيز، البيز اللي هو ده اللي هو التايم تي تايمز، والهايت اللي هو الجزء ده. طبعا احنا اتفقنا لو عملنا كده هيبقى بارل للجزء ده كله. طيب الجزء ده اللي هو الفي اي والجزء ده اللي هو في فاينل، يبقى الحته دي بس هتبقى الفي فاينل ماينس في انيشال. يبقى هنشيلها ونحط مكانها في فاينل ماينس في انيشال. جميل، لو بصينا كده من الايكويشن الاولى، تعال ناخد جنب كده ونشوف الايكويشن الاولى. فاكرينها كنا بنقول ان الفي فاينل ايكوال في انيشال بلس الاي تي. فانا لو نقلت الفي اي ده الفي انيشال ده، فهخليها الفي فاينل ماينس الفي انيشال ايكوال الاي تي. شايفين ده كده ان الفي فاينل ماينس الفي انيشال ايكوال ايه يا شباب؟ ايكوال الاي تي. فهقدر اشيل الفي فاينل ماينس في انيشال واحط مكانها اي تي. يبقى هنا كده الاريا بتاعه تريانجل هيبقى ايكوال الهاف تي تايمز الاي تي. يبقى في الحاله دي هتوصل لايه؟ هتبقى الهاف اي تي باور 2. يبقى انا كده جبت مين؟ جبت الاريا بتاع مين؟ جبنا الاريا بتاع الريكتانجل والاريا بتاع التريانجل. هبدا بعد كده اجيب مين بقى؟ هجيب الديسبليسمنت. طب هجيب الديسبليسمنت ازاي؟ لو بصينا فوق هنلاقي عندنا ان الديسبليسمنت ايكوال التوتال اريا. يبقى في الحاله دي بقول ان دي هيبقى ايكوال، هسمي ده اي1 وهسمي دي اي2 اللي هي اريا 1 واريا 2 ايكوال اي1 بلس اي2. تمام، يبقى دي هيبقى ايكوال اي1 اللي هي الفي اي تي بلس A2 اللي هي have AT power 2. ده كده الإكويجن number 2. ده الإكويجن التانية قدرنا نثبتها عن طريق مين؟ عن طريق الجراف. كده أثبتنا الإكويجن التانية دي بطريقتين، الطريقة الأولى اللي هي عن طريق الجراف، والطريقة التانية اللي هي عن طريق الـ average velocity. ويبقى كده خلصنا الإكويجن التانية. تعالوا بقى نحل بروبلم عليها ونشوف البروبلم بتيجي على الإكويجن التانية إزاي. تعالوا نشوف. هنا عندي إكويجن سوري بروبلم. في بولي في البروبلم إيه يا شباب؟ بولي أنا عندي displacement. If the displacement of the body moves with the uniform acceleration is given by the relation. هو كتر خيره مديني الإكويجن. فانا هكتب الايكويشن تحت كده، هقول ان دي ايكوال الفي اي تي بلس الهاف اي تي باور 2. ده كده الايكويشن هو ايه؟ مديها لي. جميل، واتس افتر بقى اللي بعد كده؟ قال لي ذا بودي ستارت اتس موشن وذ، قال لي ذا بودي اند ذا بودي ستارت اتس موشن وذ اكسلريشن. يبقى هو هنا كده مديني الاكسلريشن ده كده، ده كده الاي. هاجي على جنب كده واقول ان الاكسلريشن ايكوال 2 meter per second power 2. وقال لي when the initial velocity equal 10، يبقى مديني ال vi قال لي equal 10 meter per second. قال لي then the displacement after 10 second، قال لي مديني ال time equal 10 second. وقال لي هات ال displacement. يبقى هو عايز مين يا شباب؟ عايز ال displacement. هجيب له ال displacement ازاي؟ ادي ال equation. طبعا احنا محتاجين الديسبليسمنت، هنكتبها زي ما هي. دي ايكوال الفي اي، فين الفي اي؟ اها ايكوال 10، فهحط 10 تايمز التايم، مديني التايم اهو 10، فولو 10 تايمز 10 بلس ادي الهاف وادي الاكسلريشن مديها لي 2، ادي 2 تايمز 10 باور 2. هنخلص الليله دي كلها. يبقى 10 تايمز 10 ايكوال 100 بلس الهاف هيروح مع 2 هيبقى 100. يبقى في الحاله دي الديسبليسمنت ايكوال 200 متر. يبقى احنا كده جبنا مين يا شباب؟ جبنا الديسبليسمنت اللي هي 200. فيبقى الكوريكت انسر بتاعنا اللي هو ده. ده كده احنا حسبتنا الايكويشن الثانيه بطريقتين، حلينا عليهم
بروبلم وفهمناها بمنتهى البساطه. وطبعا ما تقلقوش ان شاء الله هيبقى في فيديو، الفيديو ده هنحل كل البروبلمز وكل الاسئله بتاع من كتاب المعاصر، هنحلها ان شاء الله، فما تقلقوش يعني هنحل كتير. فانتوا تابعوني وما تنسوش بس الاشتراك، تعمل سبسكرايب ولايك وشير، ولو عندك سؤال اكتبه لي. يلا بينا نروح على الايكويشن الثالثه. ايه هي الايكويشن الثالثه اللي هي بنقول ثيرد ايكويشنز، اللي هي بنسميها الايكويشن اوف ديسبيسمنت اند فيلوسيتي، ايكويشن اوف ديسبيسمنت اند فيلوسيتي. هنبدا بنقول ان ديسبيسمنت كفرت باي ا موفينج اوبجكت. لو انا عندي افريج فيلوسيتي، احنا عارفين ان الافريج فيلوسيتي ايكوال توتال ديستانس اوفر توتال تايم. من هنا كده انا عايز الديسبيسمنت، فاقول ان الديسبيسمنت ايكوال في افريج في تايم. حلو كده، الايكويشن دي هجيبها في جنب كده واسميها ايكويشن 1. ده كده الايكويشن الاولى اللي انا محتاجها. بعد كده هجيب من الافريج فيلوسيتي، طبعا انا عايز الديسبيسمنت، فهشيل هجيب قيمه الفي افريج واجيب قيمه من التايم. فهجيب قيمه الفي افريج، طبعا هقول انها ايكوال في فاينل بلس في انيشال اوفر 2. ده كده هسميها ايكويشن 2. هجيب من الايكويشن الاولى، هقول ان ال v final equal v initial plus ال et. فانا عايز ال t، فهنقل ده كده بالنيجاتيف واعمل ديفايد على ال a، ومنها هقول ان ال t هتبقى equal v f minus v i over a ال acceleration. وده كده هسميها equation 3. وهقول من الايكويشن 3 والايكويشن 2 هعوض في الايكويشن 1. هبدا اكتب الايكويشن الاولى اللي هي ايكويشن 1 واشيلها واشيل كل حاجه واحط قيمته. ادي عندي الديسبيسمنت ايكوال، هشيل الفي انيشال اللي هي دي واحط القيمه بتاعتها اللي هي مين، اللي هي دي، هشيلها واحطها ازاي؟ تعالوا نشوف. هشيل الفي افريج واحط مكانها اللي هي هتبقى عندي ال v final plus ال v initial over، طبعا over ايه؟ over 2. واقول كل ده times واشيل التايم واحط له القيمه بتاعته. قيمه التايم اللي هي ايه؟ اللي هي v f minus v i over ال a. وابدا اخلص الليله الكبيره دي. هخلص الليله الكبيره دي ازاي؟ هبدا احط الديسبيسمنت عندها، وهقول عندي في فاينل وفي فاينل، يبقى في فاينل باور 2، وفي انيشال وفي انيشال، يبقى في انيشال باور 2، وهنا بلس وهنا نيجاتيف، هيبقى نيجاتيف في اي باور 2. واقول الديفايد هنا 2 وهنا اي، هيبقى 2a. وهعمل كروس مالتيبليكيشن عشان اجيب ده، واقول ان ال v final power 2 minus ال v initial power 2 equal ال a d. بعد كده هنقل ده كده من هي بالنيجاتيف للبوستيف، منها هقول ان ال v final square equal v initial square plus ال e d، وهيبقى دي كده بالنسبه لي الايكويشن التالتة. ده كده الايكويشن التالتة اللي هي في فاينل سكوير ايكوال في انيشال سكوير بلس الاي دي. حلو كده، احنا اثبتنا الايكويشن التالتة. الايكويشن التالتة بنسميها ديسبيسمنت فيلوسيتي. يبقى انا هعمل جراف بين اول واحد واخر واحد، اول واحد بالنسبه لي اللي هو في فاينل، واخر واحد بالنسبه لي اللي هو الديسبيسمنت. تعالوا نشوف هنمثلها في الجراف ازاي. ادي الجراف بالنسبه لي، احط هنا الديستانس طبعا هيبقى بالمتر، واحط هنا كده ال v سكوير طبعا بالمتر باور 2 متر بير سكند. طبعا الاوبجكت ما بداش، الستارتنج بوينت بتاعته من زيرو، فهيبقى الجزء ده كده بالنسبه لي اللي هو v i باور 2. وهجيب مين؟ هجيب السلوب هنا كده. يبقى السلوب هنا في الحاله دي هيبقى ايكوال اللي هو دلتا v باور 2 اوفر دلتا دي. هبدا اشوف مين اللي موجود هنا وموجود هنا لحد ما اوصل للحاجه اللي موجوده في الايكويشن ومش موجوده في الجراف. يبقى هي دي ايكوال سلوب ال في اف، هي ال في اف، وال في اي بار 2 هي ال في اي بار 2، والديسبيسمنت هي الديسبيسمنت. فهيتبقى عندي مين؟ اللي هم 2a. يبقى السلوب هنا في الحاله دي اللي هو ايكوال 2a. يبقى في الحاله دي السلوب هيبقى ايكوال ايه؟ 2a. طيب لو افترضنا يا شباب ان الاوبجكت ده ستارت اتس موشن فروم ايه؟ ريست. فبنقول ان هو start
from a from rest. معنى ان هو start from rest يبقى ال vi equal 0. تعالوا نشوف هنعملها جراف ازاي. هنعمل الجراف اهو، هنحط هنا distance ال displacement بالمتر، وهنحط هنا ال vf square، وهيبقى طبعا بادئ بما انه start from rest يبقى بادئ من starting point، وهقول ان ال vi equal 0. عايز مين بقى؟ عايز السلوب. هقول ان السلوب هيبقى equal دلتا V باور 2 over دلتا D، وابدأ اشوف ال V باور 2 هي ال V باور 2، وال V initial هي ال V initial، وال displacement هي ال displacement. هتبقى عندي ال 2A، يبقى في الحالة دي كده ان السلوب هيبقى equal 2A. ده كده ال equation التالتة. يبقى احنا كده اثبتنا ال equation الاولى وال equation التانية وال equation التالتة. تعالوا نحل مسألتين كده على السريع كده في الانجاز على ال equation التالتة ونشوف الدنيا اخبارها ايه. طيب هنا بيقول لي a motorcycle start motion from rest. معنى كلمة start from rest يبقى ال vi equal ايه يا شباب؟ 0. يبقى انا هاجي في جنب كده واقول له ان ال vi equal ايه؟ 0. قال لي the line at uniform acceleration with 1.5 meter per second bar 2. يبقى ده ال acceleration equal 1.5 meter per second bar 2. its velocity have reached ده اللي هي الفاينل فيلوستي اللي هي vf هتبقى equal 7.5 meter per second. قال لي through displacement يبقى هو في الحالة دي طالب مين؟ طالب displacement. هنجيب له displacement ازاي؟ هبدأ في الحالة دي طبعا بما اننا خدنا الاكويجن الاولى والتانية والتالتة، فهبدأ افكر هو طالب مني displacement. هحط 3 equations في جنب كده. الأولى اللي هي ال V final equal V initial plus ال E T، والتانية اللي هي ال displacement equal ال V I T plus ال half E T power 2، وحط التالتة اللي هي ال V final power 2 equal V initial power 2 plus ال A D. طيب هو هنا عايز ال displacement. ال displacement مين اللي فهم ال displacement؟ هنلاقي التانية والتالتة فيهم displacement، فنقدر نحل بالتانية والتالتة. بس في عندنا مشكلة في التانية، ان التانية فيه time وهو مش مديني time. يبقى في الحالة دي انا هختار مين؟ هختار احل بالequation الاولى التالتة. فهبدأ الequation التالتة اكتبها، هقول ان ال v final power 2 equal v initial power 2 plus 2a، وابدأ اشيل كل واحد واحط قيمته. ال vf اللي هي بكام؟ ادي ال vf اللي هي 7.5 بما ننساش باور 2 equal v initial بكام؟ ب 0 plus 2 times ال acceleration اللي هي 1.5 طبعا ايه؟ الدي. احنا عايزين هنا في الحالة دي عايزين مين؟ الدي. فهعمل الجزء ده كله اللي هو 2 times 1.5 هيبقى equal 3، الجزء ده كده يبقى equal 3، وعمله division هنا كده، فأقول ان displacement equal 7.5 power 2 over 3، ونجيبها مين؟ بالكالكوليتر ونشوف هتطلع كام. لما هنحسبها بالكالكوليتر هتطلع 18.75، وبما اننا بنحسب displacement فهيبقى اليونت بتاعتها بالايه؟ بالمتر. يبقى الكوريكت انسر بتاعنا مين يا شباب؟ الكوريكت انسر بتاعنا هيبقى مين؟ 17.5. ده equation problem كده على ال equation التالتة. نيجي نشوف problem تانية بطريقة جديدة بطريقة مختلفة. قال لي final velocity of the body moving with the uniform acceleration is given by the relation. قال لي ال v final بنجيبها من relation دي equal، قال لي ال root بتاع ال v final ال v initial sorry power 2 plus 2 AD. قال لي احنا بنجيب الفي فاينل من الريليشن دي. جميل. قال لي if the initial velocity of the body is 6 يبقى مديني الفي اي equal 6 meter per second. حلو. قال لي and moves by acceleration of 4 meter per second، وقال لي ان الاكسلريشن هنا equal 4 meter per second power 2. جميل. قال لي then its velocity is، يبقى هو عايز الفيلوستي after covering a displacement of a 8 متر. عايز ال velocity after 8 متر، يبقى مديني d equal 8 متر. جميل. انا هستغل ال given دول واعوض فيهم في ال equation دي. هعوض ازاي؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنكتب ال v final اهي equal، وهو معامل
الروت بتاعنا ال في اي هشيلها واحط قيمتها اللي هي 6 باور 2 بلس وادي 2 تايمز ال اي اللي هي 4 تايمز الدي اللي هي ايكوال 8 واجيب كل ده بالكالكليتر واشوف الريزلت بتاعنا هيطلع كام واطلعه واختاره. طبعا احنا محتاجين الكالكليتر عشان نطلع الريزلت، فنلاقي الريزلت بتاعنا هيطلع ايكوال 10 طبعا 10 اي متر بير سكند، فهنختار طبعا اللي تشوز بتاعنا، اللي تشوز بتاعنا هيبقى 10 متر بير سكند، ويبقى كده خلصنا الايكويشن الثالثه وخلصنا الايكويشن الاولى والثانيه والثالثه. فلو رجعنا على الايكويشنز بسرعه كده 3 ايكويشنز، هنقول ان الفي اف ايكوال الفي اي بلس الاي تي، ده كده الايكويشن الاولى. الايكويشن الثانيه اللي هي الديسبيسمنت ايكوال الفي اي تي بلس ال هاف اي تي سكوير، ده كده الايكويشن الثانيه. والايكويشن الثالثه اللي هي الفي فاينل باور، الفي فاينل باور 2 ايكوال في انيشال باور 2 بلس ال اي دي اللي هي الديسبيسمنت، كده 3 ايكويشنز اتعلمنا اثبتناهم وحلينا عليهم بروبلمز. وكده الدرس بقى بسيط وسهل ان شاء الله، هنعمل فيديو هنحل فيه كل اسئله المعاصر الموجوده على الايكويشنز، والمره الجايه هناخد الابلكيشن على الدرس الجاي والدرس اللي بعده، هيبقوا الاثنين دول ابلكيشنز على الايكويشن اوف موشن. فكده كده لازم تفهم الدرس ده قوي عشان تفهم الدرسين اللي بعده، وان شاء الله الموضوع هيبقى سهل وبسيط مع الحل الكتير. فلو عجبك الفيديو ما تنساش لايك شير سبسكرايب، ما تنساش تدعمنا باللايك، واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.